بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج خطوة، اللي من خلال دائما ما نؤكد على أهمية المحتوى الإعلامي اللي قاعد نقدمه. دائما نؤكد في كل مادة إعلامية إذا ودكم تستفيدون منها يجب أن تتكون من ثلاث عناصر رئيسية: العنصر الأول الموضوع، العنصر الثاني المحتوى أو الحوار اللي من خلاله يصير فيها نقاش على هذا الموضوع، أما العنصر الثالث والمهم هو التوصيات أو النتائج. لما تكون ثلاث عناصر هذه موجودة في أي مادة إعلامية إن شاء الله أنتم المستفيدين. كل يوم عن يوم قاعد نتميز بأهمية الحلقات اللي من خلالها نركز على القضايا الاجتماعية، القضايا الدينية، الإنسانية، الثقافية وحتى القيم. يعني كل هذا وأكثر قاعد تشوفونه مهم بالنسبة لنا لما نقدم لكم رسالة إيجابية نثري فيها المجتمع. حتى لو اختلفنا بالآراء واتفقنا ولكن أصولنا ثابتة من خلال الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول. هذا ما يدعم أهمية المادة الإعلامية وأهمية حتى الرأي اللي احنا قاعد نطرحه. اليوم راح نتكلم عن القلوب السليمة أو القلوب السليمة. في الأمس أو في الحلقة السابقة تكلمنا عن القلوب المريضة وعطيناها يعني الحمد لله أسئلة كثيرة، لعل من أهم هذه الأسئلة بأن دائما الشبهات والشهوات هي ما تجعل القلب أكثر مريض. الآن راح نتكلم عن القلوب السليمة اللي نآزر لكل شخص من يمتلك هذا القلب السليم الصافي النظيف. إذن خلوني أرحب في الشيخ إبراهيم بانصير، إمام وخطيب وزارة الأوقاف. حياك الله شيخ. الله يحييك وبارك فيك. شيخ الغالي، في حلقة سابقة الله يجزاك خير تكلمنا فيها عن القلوب المريضة، ولعل من أهم العناصر اللي احنا أكدنا فيها في الحلقة السابقة بأن القلوب المريضة دائما ما تتكون من نوعين: الشبهات والشهوات. لما تمتلك العنصرين هذولي فهذه تعتبر من القلوب المريضة. الآن راح نتكلم على عكس هذا الأمر وهو القلوب السليمة. فالقلب السليم شيخنا الغالي كبداية لو نبي نفسره من ناحية شرعية، من ناحية إنسانية، أو حتى من ناحية مثلا اجتماعية، القلب السليم شو نقول لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب السليم هو الذي سليم من الشهوات والشبهات. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي تعلم وعرف الباطل ونظر إليه وعرفه ثم اجتنبه ثم انتقل إلى الأمر الآخر وهي الشهوات، الملذات المحرمة، فعرفها وعرف ما له وما عليه ثم اجتنبها، ثم بعد ما أبعد هذه يسمونها التخلية. وعندنا شيء ثاني يسمونه التحلية، تحلية. الإضافة يعني، خلاص أنت الحين فرغت صح، بتحط شيء. هذا الشيء لابد أن تملأ قلبك بالعلم النافع، وأعظم العلم النافع هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم الشرعي. نعم، العلم الشرعي بشكل عام. إيه؟ وأجله وأعظمه العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. القلب يعالج بهذه، بالعلم بالله سبحانه وتعالى. أنت الآن نقول البعيد إن شاء الله أبتلي بشهوات، بشهوة من الشهوات، ويريد أن يغير، ما هو بعارف، أحياناً تغلب أحياناً الأمر إيش، ما هو بسهل صحيح. فنقول له إيش، إلجأ إلى القوي. من اللي يعينك؟ الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. من اللي يأخذ بيدك؟ الله سبحانه. إذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطعمني ويسقين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تلجأ إلى هذا القوي، إلى الله سبحانه وتعالى كماله وعظمته، وتطلبه على قولتهم وتصر يا رب. فإذا انطرحت بين يدي الله سبحانه وتعالى انطراح الضعيف المكلوم الجريح الذي فقد كل ما عنده وليس له أحد أمامه إلا الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا أردت أن يجاب دعائك فانطرح بين يدي ربك واطلبه وألح عليه وكرر
وابكي كما يكون الطفل بين يدي والديه. الحين الولد الصغير لا بغى شيء يسوي تبجبج وتقلب ويسوي وأبي ويزعل شوي ويروح شوي ويجي شوي ما يخليك لين تقول له شنو خلاص يلا تبقى. طيب خلاص اللي تبي. هكذا يكون العهد بين يدي الله منكسر، يحتاج الله، يطلب الله. أنا يا رب ابتليت، أنا ابتليت بهذه الشهوة، ابتليت بهذا المرض، ابتليت بفكر الإلحاد، يجي ما يوقف راسي، عقلي ما يقف، يتكلم. فالعبد إذا ما كان عنده قوة من الله تمده سوف يضيع. لم يكن، وهذه يعني بها ننتقل لما تريد، يقولون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده تهدمه. إذا الله تركك فالعبد لا شك أنه هالك. فدائما مسألة العبودية والانطراح والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى هي بعد الله سبحانه وتعالى العصمة والحفظ. نسأل الله أن يحفظ. آمين يا رب. أنا كان ودي أسأل على تغذية القلب السليم. الله أكبر. أكيد في هناك يعني نصائح شيخ الغالي ودك تعطينا لها، وهو تغذية القلب. شلون أقدر أغذي القلب السليم؟ هذا القلب السليم لا شك أنه مر فيه مراحل، وأهمها وأعظمها التوحيد. أعظم ما يجعل القلب سليما التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. جانب في العبودية أنك تحرص هذا القلب يكون لربك، تخضع له، ترجوه، تتوكل عليه، تنيب إليه، تسأله، تحبه. ثم بعد ذلك، وهذا الذي يثبت هذا الأمر، معرفة الله سبحانه وتعالى. عندما نقول الله الرقيب، الله رحمن رحيم، إيش معنى رحمن؟ إيش معنى رحيم؟ إيش معنى رقيب؟ فهذه معاني. إحنا الآن دائما نقرأ الفاتحة عدل، الحمد لله رب العالمين. لو سألنا البعض ما معنى الحمد؟ يعني الحمد. نعم. الشكر والثناء. طيب التسبيح، سبحان الله، إيش معنى التسبيح؟ الغفر، اللهم اغفر لي، دائما يقولها، ايش معنى الغفر؟ فهناك مصطلحات اذا الانسان ما عرف معانيها، وهذه المعاني قامت في القلوب سيكون الايمان ضعيف. صحيح. والقلب السليم يكون ضعيف. فاي ضربه على قولتنا تعور. تعور. اما اذا كان عنده مثل هذه الامور، قامت هذه في القلب، استعان بالله، عرف هذا الرب الكامل، استعان بالله، ثبت هذا الأمر في قلبه، إيش يكون؟ كل ما جاءته مشكلة قال يا رب، يا قوي، يا رقيب، يا عظيم، عرف المعاني. هنا تبدأ عاد القلب السليم، هو ثابت من خلال القيم الإسلامية، من خلال العلوم الشرعية اللي هو. ولهذا سبحان الله ما يذكر ابن القيم يقول لا يزال الشياطين تترامى على القلب السليم، تضرب هني تضرب هني تضرب ما تخلي. يقول حتى إذا رأى الله في العبد إخلاصا قال ابتعدوا عن عبدي، توقف كلها خلاص، هذا على قولتهم تبعي، أنا تبعي وخر عنه. ممتاز. الآن أيضا أبو عثمان ودي أتكلم عن بعض أشخاص يقول أنا دائما متسامح مع الجميع. يعني هل هذا الشخص المتسامح مع الجميع، ولعل يكون هو أيضا في الختام هذا سؤالنا، هل القلب السليم من صفاته أن يكون متسامح مع الجميع؟ هذا من حيث العام بشكل عام. أي. القلب السليم يتسامح، يتغاضى، ولكن أيضا لابد أن لا يكون الأمر مفتوح. حلو. لأن لابد أن يكون التسامح منه مصلحة، هذا قرره الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. قال إذا كان التسامح يزيد شره ولا يرعوي ما يوقف، قل لا تسامح. إذا كان يزيد شره أي نعم ولا يقف شره،
تسامح. لا تسامح. ولكن التسامح مراد به إيش؟ الطيب، يترتب عليه خير. وهذا الشخص ما راح يترتب من مسامحته والتطويف خير، فليس مثل هذا من تسامح، لا تسامح، وإنما المسامحة من حيث أصلها بشكل عام هي من صفات المؤمن ذو الخلق الكريم. قواك الله شيخنا الغالي، ما قصرت. القلوب السليمة. مشاهدين الكرام، كنا احنا تكلمنا بشكل شرعي على هذا الأمر، وأيضا تكلمنا أيضا بشكل نفسي واجتماعي. الآن وصلنا في الختام أبو عثمان، ودي كلمة أخيرة عن القلوب السليمة. نقول الله الله في قلوبكم فبها تلقون الله. آمين يا رب. الشكر أيضا موصول سادة المشاهدين على حسن استماعكم وأيضا مشاهدتكم لنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه، وأن يطهر قلوبنا من الشغاغ والنفاق. مع السلامة.